لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كاس اسينسيو مرة ثانية، التوزيعة من اسينسيو، الراسية من رونالدو بعيدة بعيدة تماما، هذه هي الراسية راح تفوق المرمى. راؤول غارسيا يدخل يلعب بيدية، كرة خطيرة، تراس بيكاد يفتح مجال التسجيل لبيلباو. لولا كايلور ناباس اللعبة كم كانت رائعة. كارفاخال استلمها كارفاخال، رونالدو فريق اتلتيك بيلباو، رائعة الراسية من رونالدو. من هنالك لحياة اسينسيو خلف مارسيلو، اسينسيو البحث رقبها براعة خلاها للوكاس فاسكيس، لوكاس والأرضية من اسينسيو باليمنى بين احضان الحارس اريزا بالانجا، من امام رونالدو مازولو، والتسديده جانبيه من امام دي ماركوس. سدي كرة في الوسط، هاي صعبة تلعب لويليام، با 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 جول، فعلها الاسمراني ويليامز وسجل جول. لعبة من اروع ما يكون، من فرصة ثانية لبيلباو، وهدف من اروع ما يكون هو السابع لويليامز عند الدقيقة 14 من عمر المباراة. التمريرة من اروع ما يكون، والهدف سجله ويليامز بكيفية ولا اروع، حتى فوق راس الحارس كايلور نافاس وسجل جول. اسينسيو اسينسيو اسينسيو، ارضية رونالدو، با 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 بالراس، يضرب باليمنى يضرب باليسرى يضرب ويسجل به المراقبة، ضربها باليسرى مارسيلو، والتوزيع القائمة الثانية راموس، وبين احضان الحارس راسية راموس بين احضان، وانطلاقة من هنالك من اسينسيو، والتغطية رائعة من قبل المدافع اوناي دو اسينسيو، وبنزيما لم يقدر. التسديدة رائعة، مع رونالدو نونيس يبحث عن المراوغة، ونونيس ورونالدو، نونيس وركنية دوري، الكرة لتوني كروس، توني كروس أرضية يا أسينسيو، حتى في هكذا ظروف توني كروس يحط كرة بذكاء. براعة كارفاخال يحاول يمر، كارفاخال مازال، التوزيع وبنزيما، لوكا مودريتش يلعب لمارسيلو، والدفاع اليوم نجي بنزيما، لوكاس فاسكيز دخل، لوكاس أرضية، بس لوكاس فاسكيز كارفاخال، والدفاع يا رجعت مرة ثانية، لوكاس فاسكيز فاسكيز بنزيما بعيدة. ولا واحد يريد أن يكون في مكان بنزيما. توني كروس يرفع خطيرة، والراسية من فاران، يؤمن بها شخص بينه وبين من ذهنه وعقله كذلك، وليست مجرد وثيقة أو ورقة. البحث عن راس ويليامز بعيدة تماما في اتجاه غارسيا، لوكاس فاسكيز، با 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 رائعة، من أروع ما يكون لوكاس فاسكيز ورائع. أريزا بالانجا ينقط مرمى، دخل راموس دخل راموس دخل راموس، مارسيلو، راموس والكرة البعيدة لكارفاخال، انقض مرمى مرة ثانية كارفاخال، رائعة التسديدة، رجعت لأسينسيو، التسديدة من كارفاخال مرة ثانية، معول اليوم كارفاخال بهذه التسديدات المتتالية. مارسيلو في خطأ من ويليامز، يقول حكم المباراة لصالح الريال ويقبل اعتذاره، اي لا نخرج له البطاقة إذا اعتذر. الكرة من توني كروس بعيدة تماما، الحكم خلى اللعب وراحت لأريزا بالاغا، رونالدو مازال عنده الكرة، رونالدو باليمنى، توزيع لبنزيما، والدفاع.